أحمد بديع طالب في الثانوية العامة، أصيب يوم أمس عند عودته من الاختبارات بجولة زيد الموشكي من قبل قناص ميليشيات الحوثي المتمركز بمعسكر الأمن المركزي. طالب ثالث ثانوي، يعني لا الحي كامل، يعني لا ذنب له، يعني تقريبا هو رقم 16 منذ أيام. يعني فنحن نناشد السلطة المحلية والمجتمع بشكل عام إنه يعملوا حل لهذا، يعني نحن ما ذنب المنطقة كامل. يعني زرنا المكان الذي يتعرض فيه المارين للاستهداف، وقد حاول سكان المنطقة بناء الشارع بالبلوك لحماية أنفسهم وأطفالهم، وحاولوا أيضا عمل السواتر ولكن الرياح أخذتها وترك المكان مثل ما هو والقناص في مكانه، كل يوم يقتل ويجرح. يشتيك جهة مراقبة يعني على كل ما من هنا صدر نيران، هذا اللي يوضع بكل المواقع في جهة، يعني تجلس أنت في المترس تراقب العدو من محل ما صدر النيران، عليك أن تبلغ الجهة العليا. المعاناة من فوق المعاناة، ما عادش معاناة قديم، من فوق المعاناة. إذا كان حتى الطريق ويا الطريق مش عارفين نقزعها، خلي من الباقي الأشياء الباقية. لكن هنا المشكلة، هنا إحنا معانا مجموعات يضربوا داخل بشارع ديلوكس، ولا يقدروا يوقفوا هذا القناص الذي كل ساعة أول أمس البنت هنا قناص، ولا جنبي لجنبه، وأنا مسنب جنبها. نعاني بالمنطقة هذه من 4 سنوات، لا نستطيع الدخول ولا نستطيع الخروج، والسب القناص هذا يقزع الطفل يقنصه، يقزع غنم يقنصه، يقزع شيء يقنصه، ما نستطيع حتى نخرج، يعني نقول بنا عن الحاجة الضرورية، وخاصة أطفالنا حق المدارس، يعني زي الولد هذاك اللي قنصه بديع أحمد بديع، يعني أمس رايح على المدرسة يمتحن، مروح المدرسة قنصه على طول، إيش ذنبه؟ أحمد بديع زرناه إلى مدرسة الصديق التي يجري فيها الاختبارات، يحمل جراحاته وأوراق الاختبارات. اي حاجه ما توقف، احنا جالسين دراسه، واهم شيء العلم وبناء المستقبل، مشان اليمن ترجع بافضل حال نفس ما كان قبل. سكان زيد الموشكي يطالبون بتامين منطقتهم وتامين المركز الاختباري الذي تجري فيه مئات الطالبات الاختبارات، ويطلبون من الجيش الوطني تخليصهم من هذا القاتل الذي استهدف إلى اليوم 18 مواطن ومواطنة بين قتيل وجريح.